السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بزوار موقع ريادة كل المستويات. إذا بعد عدة طلبات عن الدراسة بالخارج، صرت لم يطلبون مني، يعني أنا أتكلم عن الدراسة بالخارج، أنا ليست لدي خبرة، وكنت دائما أحاول أن أتصل بأشخاص لديهم خبرة، ولحسن حظكم اتصل بأحد الطلبة جزاه الله خيرا من روسيا، ولديه معلومات كثيرة عن دراسة بروسيا وكذلك بأوكرانيا. إذا الطالب هو ياسين ابن مدينة وجدة، متزوج بامرأة روسية ويقيم في روسيا ويشتغل في مجال الهندسة المعمارية، وكذلك هو طالب ماجستير في الهندسة المعمارية بمدينة فرونج بروسيا، ويدرس كذلك اللغة الروسية للأجانب المقيمين بروسيا للعرب وإلى غير ذلك. إذا اقترح علي هذا الأخ جزاه الله خيرا مرة أخرى أن نقوم بتسجيل سلسلة من الفيديوهات لنتكلم فيها عن الدراسة بروسيا وأوكرانيا، ولهذا قررنا أن نسجل سلسلة وأقترح عليكم فقط عناوين الحلقات لكي تتابعونا في هذه الحلقات إن شاء الله. إذا الحلقة الأولى هي الحلقة التي أمامكم الآن، وهي حلقة تقديمية فقط، وفي الحلقة الثانية سوف يقدم لنا الأخ ياسين معلومات بسيطة حول الدولتين، ثم ظروف العيش في الدولتين وهي روسيا وأوكرانيا، وعن اللغة المطلوبة يعني العيش في هذه الدولتين وطريقة تعلم اللغة إلى غير ذلك. ثم الحلقة الموالية سوف يقوم الأخ ياسين بمقارنة بين الدولتين من حيث يعني المعيشة والسكن ومجانية التعليم إلى غير ذلك، يعني ظروف العيش في الدولتين. ثم في الفيديو الموالي سوف يتكلم لنا عن المنح الدراسية وكيفية الحصول عليها في الدولتين كذلك. ثم بعد ذلك في الفيديو الموالي سوف يتكلم لنا عن هل يمكن تعلم اللغات المطلوبة في هاتين الدولتين، أو يجب عليك أن تتعلم هذه اللغات في بلدك الأصلي، وما هي المدة التي تحتاج لكي تتعلم فيها اللغة، وأيضا ما هي الدبلومات التي تحتاجها. ثم فيما بعد الفيديو الموالي سوف يتكلم لنا الأخ ياسين عن أنواع الجامعات وتصنيفها عالميا، يعني هل دبلومات هذه الجامعات معترف بها دوليا أو بعض الدول فقط إلى غير ذلك، وكذلك سوف يتكلم لنا عن طريقة التسجيل في هذه الجامعات الروسية وكذلك الجامعات الأوكرانية. وفي الفيديو الموالي سوف يتكلم لنا الأخ ياسين جزاه الله خيرا عن التخصصات المتاحة للعرب في هاتين الدولتين، وبالضبط في الجامعات التي سوف يتكلم لنا عنها، وكذلك كيفية الاختيار بين هاته التخصصات. وفي الفيديو الموالي سوف يتكلم لنا الأخ ياسين عن طريقة التسجيل في الجامعات الروسية والأوكرانية وكيفية الحصول على الفيزا، يعني مرحلة بمرحلة. ثم الفيديو الموالي سوف نختار أهم 10 أسئلة التي تطرحونها في التعليقات، ثم يجيب عنها الأخ ياسين في حلقتين، 5 أسئلة في كل حلقة يجيب عليها الأخ ياسين وينشرها كذلك في قناتنا على اليوتيوب. وفي الفيديو الأخير سوف نتكلم لكم عن السفر، وهو كفيديو تحفيزي نحفز التلاميذ والطلبة على السفر إلى دول أخرى لكي يكتشفوا ثقافات أخرى ويتعلموا أمور أخرى جديدة، لكي لا يبقى الإنسان منغلق على نفسه وينظر إلى العالم كأنه فقط مدينة أو بلده. العالم واسع، والأرض وأرض الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نسافر، أن نرى العالم، أن ننشر فكرنا إلى غير ذلك. إذا سوف نتكلم ونحفز الطلبة والتلاميذ كذلك على الذهاب إلى الدول الأخرى للدراسة، وليس فقط الدول المعتادة التي نعتادها جميعا، لأن هناك أغلب الطلبة والتلاميذ يعرفون فقط الدول التي ذهب إليها ناس يعني قرباء منهم إلى غير ذلك، لكننا نريد منكم أن تكتشفوا دول أخرى وعالم آخر، وأن تسافروا إلى دول رائعة فيها جمال الطبيعة، جمال ثقافة، جمال إلى غير ذلك. إذا أحييكم ونلتقي في الحلقة الأولى، وشكرا لكم، والشكر الجزيل كذلك للأخ ياسين على هذه المبادرة الرائعة جدا.